بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحب الله بنا إن شاء الله تعالى ما أنت سورة الفاتحة أما إن نكهض النو معناها يهنونك على المعاني والهدايات التي تؤخذ من هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة. معاني ذا يهنونك لغا قادنا يو سورة الفاتحة وحنا نقول دونا إن شاء الله تعالى كلام كينو إن نمرك هوري أن كهضلنو سورة الفاتحة فوائد جود أما فوائد العامة إلا حريدة سورة دن ده بدنا إن شاء الله تعالى وحي نكسو ساري دونا فوائد فائدوينك يهنونك آياد والبكوشرة إلا سورة دمركاس أن دمينينو مركا وحن نقول دونا إن شاء الله تعالى حلقة دي النهورة ما أنت إني نكهض أن سورة الفاتحة سيقود هذا بول عليال إن بضن أيين مقالنا سورة الفاتحة إلا أخريو ركع والبا وواج أما هاتو واجب أما هاتو مركاس ميد سنة سورة الفاتحة إن لغو أخريو ركعد والله تكنيس أما هاتو سنة أما هاتو فرل مرك قار كودنا قفك دقي سنية أما قفك أخرية وحا لغيابا إنو كسي فكرو سورة الضنبئة أو إمامكو أخري دونو أما هذا إمام كن نفتي سوس كأما قفقة إمام يو كلية وتكن يو أما إمام هنا أو كفي كرويس ويديو فاتحدا ما أنت الصورة ذات كحجي سيسا وحلاقي يا أبا ذاتك قاركود إن أي دعاء لين هذا دعاء القنوت قارهان ترى واحدة يسدا شافعية ذو كلا بدنا أخرية أما مرك أي بدك ماشي لو أخرية مرك دعاء القنوت إن مرك قفقة أو aad ugu sii xiisoodo wax diidan ma jiro aayada faatixada ee suurada faatixada dambaysa qofku inuu u soo xiisoodo ducada inuu soo xiisoodo laakiin way kala horeeyaan waxa kala suura ama witrida marka lagu tukado markaas suura qunuuda laakiin suuradan waxaa mooda dadka badankoodu ama wax yari inay u fiirsadaan hanuunka iyo macaanida أي كوب ستي سورة دني يدو وليب سورة دني أم القرآن هي سبع المثاني تدبض لسوع العليو هي قرآن كالسي رسولك صلى الله عليه وسلم سيدا أو النوغو إيمان دونو حديث كرسولك كسوغن شرح دونو إن شاء الله تعالى ولا ليال هدبا آد بيمه متاقفك إنو أغانو dad badan ayaa moog ama aan ogeyn fawaa'ida iyo macaanida suuratul faatixa ku jira anigoona yareysanaynin cuquushiina oo dad fara badan oo idin ka mid ah oo dhageysanaya aad culimo tihiin laakiin haddana caamatan naas waxa laga yaabaa qofka suuratul faatixa inuu markaas dudubiyo sida awgeed majaalisteenan tadabburka qur'aanka إن شاء الله تعالى وحينو أينو كدغان دونا أما أينو كوغان دونا فوائد كجير سورة الفاتحة حلقة دفر بضنا وآد فر بضنا وان كشرح دونا إن شاء الله تعالى موضوعات كأيك هذا الشيء سورة الفاتحة وموضوعات انت آدي آد مهيمة سورة دان محانري وأم القرآن وسورة دي قرآنك أقوه الرئيسي إلا قفر فرني قرآنك ها waxa ku jira mawduucaadka quraanka oo dhan baa si kooban suuratul faatixa ugu jira hadaba maxaa suuratul faatixa dadku uga jeesteen maxay suuratul faatixa dadku ay u moogan yihiin bal waxa laga yaabaa al-asaf qaarkiin ama qaar inaga naga midhi hadii uu qofku suuratul faatixa uu ku khushuuco ama uu ku ooyo inay iswaydiyaan oo isiraadaan ma wajhu hadhihi al-khushuu' waa maxay ninkani meesha ku khushuucayahay
نار إيا عذاب يا لقمة هاللي أمت أنا قمة حاجي مركز خشوع الفاتحة ضد كل ما قبسنين حد دبوا ولا ليال حدي أي نجرين خشوع أما حدي آيات لقو خشوع لها ولقو خشوع لقو خشوع وعي سورة الفاتحة ما لقو خشوع أيو كلام وقرن ماي فإن لم يكن الخشوع في الفاتحة فأين يكون هذو قف كف خشوع وعي سورة الفاتحة هل كي كلامك لقو خشوع حد دبوا ولا ليال سورة دني وسورة دا سورة الفاتحة كرنا والله قادة هوسنا والله أخريا وحنا مرك الله بهني إني معاني ده إنه يستل جاجنو يستل تا معنى هذا إنه كت دبرنو أين نوفير سنة مركا هذا بع عجي أضد كله يابي ياب كم حاكي أنا وحكي أنا وأقوم دري يا معاني ده سورة الفاتحة كجرا ونضد كسيف يعني إنه وجرنين أهل العلم قلنا ويكه الليان ترتيب كالسورة ذا القرآن ك وحيد هذين متوقيف باء والنبي أيها الغص وذقاته صلى الله عليه وسلم سير أي السورة ذو يسكو حجان مسوى اجتهاد أي اجتهادين صحابه ذو يجا عمرك إلى لي وحي أي رسول ككبر رسول كبرتين صلى الله عليه وسلم بدن كيس إنه سيرها يقرأ هذا رسول صلى الله عليه وسلم هذا بولا ليال مصاحفتين مسلمين تا ذاتك مسلمين تا أودن وحيك إجماعين إن سورة الفاتحة أي تهي سورة أوه الرئيسة مصحف كقرآن سورة الفاتحة وتضبع أيضا وليس ليست بالطويلة سورة دير ماها آيات كي يقول لفتي هذا آيات هذا نمر ديرا ومع ذلك وحيك وبسطي سورة الفاتحة جميع على جميع مقاصد القرآن على جميع مقاصد القرآن قرآن كا وجيدوين كيسي وقوة وينيلو سود جيودن أيانو كهلين ولا ليال وحانا لغو بلابي الحمد الحمد لله رب العالمين والثناء يا إلهي إن لأمانه يعني إلهي مهدي سالغو بلابي الحمد لله يا إلهي أمانتي سواء الرحمن الرحيم وتمجيد يا إلهي إن لشرفه عالمين تربي قود الله هذا بولا ليال سورة دني حدي لبقى وليا السورة علماء دقار كود وحي ليهين سورة دو وحي كبلا بنتا بس إنك أي كدقان آيات كميدة سورة دا مركا هدي أي سورة فاتحة بس إنك أو آيات دكو واد نقضو آيات دا ودن بيس إهدين السراط كبلا بنتا آيات تضباط بين قنيسة علماء قاركون وحي ليهين ما يأه فاتحاد وحي كبلا بنتا بس الحمد لله رب العالمين مركا آيات دن بأي دير أيا إذن مركا إهدين السراط المستقيم أيا مركا إذن لبا آيات مركا نقنيسة وحنا علماء مركا أي هلا يعني كالرجيح يان إلهي بأقوى الله وعلم أي رهدان يعني علماء قاركون حديث بسود ليشدان ماشي أنكو شرحينينا ماها لكن waxa laga yaabaa arrinkaasi inuu u noqonayo qiraa'ata sab'a ee qiraa'inka uu ku noqonayo markaas qiraa'adka markaas ama marka arrinkaasi uu noqonayo hadaba walaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala waxa lagu bilaabay suuradan ha lagu furfurtay Alle magciisa alhamdulillahi rabbil alamin ama hadayn raana bismillaahir rahmaanir rahiim magaca Alle أيان كفر فرنيا المقرون الله مجعيسو أو كده هني هاي نحريس جود أما نحريس يعني أي تلمانتيس نحريس ده هاي والرحيم يعني نحريس مركا أدوميه سمركا سكادا أما نحريس قارا هذا بهدي ولا ليال لقو بلابا صورة دن الحمد هدي لقو بلابا نوح نقون يا بس بسم كوسين وصوشا يقني فاتحد مركاس ميد كميد أهمها اللو حلي الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة سورة الفاتحة وحال غفر فرطي كتاب كينن أينو هينو أي مصحف كأ سورة الفاتحة أيال غو بلابي سورة دنوحة كجرة أول كيدا
الله سبحانه وتعالى إن لم هذيني الحمد لله تبارك وتعالى مهدين دميستران يعني مطلق في الدنيا والآخر آخر يا دنبا واحد تلمامة يسا تلمامها دميستران إنو ليه الله سبحانه وتعالى سيدوك لأ أدونك وحا أغسوك سؤال وأدونك وحا إلهي ويدي سنة إهدين الصراط المستقيم ربك يونا وحنوني طريقة توسن سيدوك لأ وحا كسوك سورة الفاتحة إن الله سبحانه وتعالى كليه أو عبادة ليه أدونك وحا أغسوك إنه إلهي هي جرجار أو الله وجرجار وللعبد الاستعانة إنه إلهي ويدي سمر كاس جرجار كواه إياك نعبد إياك نعبد أديك ومنك عبد إن رب جيو وإياك أديك ومن كليجا نستعين وكجرجار دل بيننا هذا بقى أدونك إلهي وحو ولا وإلهي ويدي سنيا رب جيسا سجى أبو ري إنه وجرجاره أمورتي سأدونية ذا إيه أمورتي سآخرة سيدة أولي أدبا فحق الرب كما يقول شيخ الإسلام حق أوليها الرب سيدة أوليها شيخ الإسلام رحمه الله الحمد والعبادة له وحده محدة إيه عبادة ذا يبر يضا إلهي كليجي بايسكالين لا شريك له ألهنا سبحانه وتعالى إذ وحلو ذاتاي مجر توحى مهديسا يتوحيد كيسنا ها وحو مركا أو كدو الوريغيا لبدا شيء أو أخ إن إلهي مهد أوليهي كريجين أو يهي إله العابد الحمد لله الحمد لله والعليال وإضافة وحلو إضافين يا أما وتلمان لو تلمام يؤلى سبحانه وتعالى سفوين كدما يسترن أودن رب العالمين وأمان وثناء مرلبات الأمانة يا الله سبحانه وتعالى أولم هذين الرحمن الرحيم الله نحي عن الحمد لله إلهي بمهضل معني يدوى مهض أردن إلهي بالي إلهي بلوتيرنا يا مهض أردن أردن ميسترن رب العالمين عالمين ترب قوذنا عالمين تأردن مخلوقات كأردن إلهي سقع يا أبو ري تحسنا ومهد كله أولا مهدنا يوم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم وأمان يا الله نحريس تكت المامن الرحيم النحريس تي سأدومه مخلوقات كي سأيقادو الرحمن الله النحريس تقول نحريس تا الرحيم النحريس تقار تا أنا قار كأنا له ها معنى هذا بركة وامحي وأمان كلوي مالك يوم الدين تاسي وشرفت الله لا شرفيو بقرك مالك قيامة مالنتا إدنا إن الشيئين كريم بقرتنمو الله بقرك أمرك هذا هو الليال هذا التوحيد كاسي مركا هو التوحيد كيوهي انت عنصور شيئنا والتوحيد كيسا أولي الشيخ الإسلام يعني ومهدى الله يتوحيد كيس انت عنصور مهدين تي والاستعانة وإياك هذا التوحيد والاستعانة هي وإياك نستعين أديك كليك أيامك عابدينها وفي سامر كورال شقة كوري أما قيبته هوري أن صوشة يقنوح الله حريرا الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى سيدا آيادا أما صورة داني أيسكو قد عيسو التنظيم كذا أي نظام كذا وناكسني ها بالحمد والتوحيد مهنق إيو إلهي كليين لعابده مع النقوة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نعبدها إياك نعبد تحسن مركا محن نقنيسة توحيدك ها هذا بقى ولا ليال قيب تذك هوات كما سيأتي في الحديث القدسي سيد حديثك قدسك أو صوصار مسلم في كتاب صلاة أو النوغو إمن دونه وحو رسولك وحو رسولك اللي قصوا رسولك وحو كورينا يا رب جيس حديث قدسي إنه الله يري قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين صلاة وحن أقيبيي أنيق إيا أدون كيق دحديسة لبقي بوض يعني سورة الفاتحة لبقي بوض أيه وقيب سنتين ها
هذا قيبته هرة الضونك قيبته هرة عفوا الله أيكوا تعلق ده تبارك وتعالى بس إذا كلام كاسي أو سكود عيا وناسينه في السؤالات هذا نور عليه واحد في رسالتان أن الله تبارك وتعالى قابلها يعني سورة الفاتحة كليجيت أيو الله سبحانه وتعالى وحو بربر دقي أو قابل سيي قرآن كي أورن الله سبحانه وتعالى سورة رعد آية ستيتنية تضم حكوري ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم رسول الله وحن قصيني تضبط صون ونقضى ورسول كم عنيه سورة الفاتحة آيتهي والقرآن العظيم يا قرآنك وين مركان هذا هو الله يلبى قول أيها الكاكوس وغن قول كهور أورنيا إن مركا أيتهي إيه سبعة من المثاني أيضا معناه ده أيتهي سورة الفاتحة يو قرآن العظيم هذه سدا لا يراهدون إلى هاي مركا سورة الفاتحة أيو قرآن كيو أنا بربرديه علماء ده واحد كشرحان واحد كسوغن سورة الفاتحة مقاصد قرآن كأورن أيام مركا كشرته قول كلا بعضنا وحورنا يا سدا كسوغن رسولك صلى الله عليه وسلم إنه رسولك مركاس أو يري حديث كمركا رسولك كسوغن إنه النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة وسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فاتحة وحوية تضبط صور نقض نقضة إيا قرآن كوين إيا مركاس ليسيه تاسينا النبي جينا صلى الله عليه وسلم متك السوغن وين هذا بولا ليال نبي جينا صلى الله عليه وسلم سيدا أيو مركا أو كتل مامي تاهوري عن شاقنين هدي ليس بربر ديغانا شرف بأوتهي هدي هو إيا دي كليغي ليلانا يعني وحوية يعني قيمها إلي هذه سورة الفاتحة أي مركة هالكاسي أي إنه تلمام حساب هذا بقول على يار قف كمركة ربع أرن كاسي إنه سي بيان سدنا وحوية يعني ها أخريو كتابك أو قري شيخ ابن قيم رحمه الله مدارج السالكين ها من أوله إلى آخره كاسي وحكو الرمية يعني وحكو الرمية كتابك أو قري ابن قيم رحمه الله إلى مدارج السالكين ها من أوله إلى آخره سضع ثلاثة مجلات نسخ ديسا قاركونا أما ما طبعاته سقاركونا أي قاريان شن مجلدون وحوك قهل يا إمامك هو في منازل إياك نعبد وإياك نستعين تودبن مجلدات وواوين إمام ابن قيم أما ما يعفن شن مجلدات أما سدح مجلدات تبعضها ويكردوين وحوك فصير يا أو كشر حيا إمام ابن قيم رحمه الله آية كلية إياك نعم منازيشة مرتبوين كإلهي إياك نعبد وإياك نستعين وأنتي كتاب حافل أه وحسو قلنا يا إمامكو قضايا وحسو قلنا يا أرمها توحيد كخسية أنواع دي سؤور دم إنه صوت المعنى وحمامكو قال يا سدوك أعمال القبول أعمال القلوب من أولها إلى آخرها أعماش إلى أعمال القلوب يا كمتا شكرك يوحي لها المالة بلو قيدة إلا دمات كيدة وقلت المام يا كتاب كيسا كل هذا داخل في قوله وحسوك إلا إمام فرق شرحيه دمان وحاصر نعمال القلوب أو دم من أولها إلى من أولها إلى آخرها توحيد أو دم أنواع ديس أو دم وحسوك إلا إياك نعبد وإياك نستعين ها أو آيات دشنات سورة الفاتحة دي أين دهنا مركز ها آيات دشنات سورة الفاتحة هطبول على يال أفير سادة مركز سورة الفاتحة وين دي ده إيا مكانة ده إيا منزلة ده إيا ده هاي بلوغي كلمة دي ده نواني قيري داد كبادن كودو وحلغة يابا إني موغيهين معناها إيا ده هاي مركز أما قيمها إيا ده هاي مركز سورة دني هذا هو الذي يحدث أدونك أو ركعته والله تكنيه أو ليه إهدينا الصراط المستقيم إله ربي وحنوه نوني ساجدك توصا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ها لحن آياء إيجاية بعيد يعني آيات عن الهابلوي
آية ضوضا بيسوي ما أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أياها الديب بسنكو أو آية كوان نقضنا آية كليا نقونيسا هدي بسنكو لا إله دو كم مدماها فاتحة الحمد لله كبلا عمتنا صراط الذين أنعمت عليهم أيام مركة الله ومركة أوكلا قيب تميس هذا ولا ليلقفكم مركة أو ركعة أول بإله وحودي سنة إنو إلهي كوهنون يدري قطوصا صراط جدك تو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي مركة بريان إله ربك ونقوهنوني جدك توسا وجدك أكو أظن نعمي سيئكم ذا صديقين تا شهادة دا يا النبي دا صالحين تا شهادة دا صديقين تا يا النبي دا سيدة مركة تفسير كآية دا وحان إله كان مغان قلينا كو اللو عروضي إيا كو اللو مي كو اللو عروضي علمة دو حيدا هذان يعني تفسير كأغفضت وحن قرن يا قفك حق أغادة هيسك ديدا هدبا وحنا قولوا دوغو هرسا سوق ليساينا ويهود مركا أيون آية دا قادنا إن شاء الله تعالى سيفي عن أيون أبايا من دونا هدبا والله ليال قفكو يساقو صلاة والبا إلهي ويدي سنو ولا إله وربك يو طريقة في عاني توس طريقة توس أنا طريق النبي يدا توس مالغا يابا إنو عدو إلهي يسكو إكيسيو عدو إلهي إنو جعل آدم مالغا يابا سورة ديسة هيئة ديسة كلام كيسة أفعاشيسة عبيتان كيسة عنيتان كيسة سيدا أو سيحانيو مركا أو سوجيدو عادوين كيسة وحا أو سمينا من لغا يابا لا والله قفك إلهي كرتي قيمها إلهي يقاني ساسمين مايو سيدا أكلاولا ليال آيات دموحين سورة دموحين وكاقادنين سورة الفاتحة سيكود إنا يتهي سورة دي لغو فرفرتي قرآن ووحين وكاقادنين إن قفك مركا أو خطبة سوجيدينيو أما محاضرة أو قليو أما أو كتاب قريو مقدمات كوحل ربا إن النقطة وحكوبا وحنك قادنا سورة الفاتحة إلهي القرآن كي أيو كفر فرطي سورة الفاتحة وحي كهالليسا مقاسد قرآن كأوردن وانا تضبع آيضات أو بيج بركينا مكان هين هذه قفك أو خطبة أخرية أو مقدمة دي أو ديريو شيء مهم كأهاي اللو سعدي أيا ماشي مكان لوما يؤمن لو مكان إيمانيا سيدا أوجد ولا ليال أرن كاس وأرن مهمة أو المكفى يدي سنينه مقدماتك إنه قفك صوكه سمر كاس أو وقت وفي عن وجهله موضوع كهل مركا إنه مركا أو كهلنا هذا ولا ليال وحدو في ستان سورة دن كريم كاي سورة الفاتحة الله سبحانه وتعالى نفتي سأيوم مهدي مهدي وحنا كل اللي إنه يه عالمين تربي جودا الله سبحانه وتعالى وكحق أوله أم تيستي إن لما هديه عد كصوب كهوس بحكرت ما جرت ربي إني مديسة في العالم العلوي والعالم السفلي عالم كالسمضة يا عالم كأرلاضة بع إن جونا وحي نكمل هاي تذكر مركا أرلاضة كم ينوح يوم الصوب قالنا مركا ونحن من جملة هؤلاء قوى أيام كملنا هاي هذا بولا ليال الله سبحانه وتعالى مركوير الحمد لله رب العالمين الرحمة أدنى ليلي الحمد لله أدنى لشيء ربي أيها أدنى إلهي سبحانه وتعالى وحوسي أي قلوب تؤدكتو أو حسشو أي ربي الله سبحانه وتعالى أو نوسي فين يا ها إلهي سبحانه وتعالى قلوب تسي أو دجي أو ليه مركع الدومي هيسا إلها رب العالمين تأبوري أي سقو مامولا أي وحوال بمركع كسا مينكر الدومي هيس ها تلمانتي سواتا بأنه الرحمن الرحيم وحليه كت المامية النحريس نحريس دي سندتك ويقادا هدبه بويته الله رب النماديسو سيدا إنو إيمان دونت وحي كل السنت هاي نحريس ماها كلية هاتي أدعت كان قلف سدان مامولتان ساس ماها الله سبحانه وتعالى السقو وحول باوودا أيوة دوميس أو نحريس هدون إنو نحريسان لهين أدون عندنا مركة مجوكتين هدنا مركي انت لغا سو هادلي ايو الله سبحانه وتعالى وكا هادلي مالك يوم الدين وفيرسدا معنو سو اسكو دعايو مالك يوم الدين بقر كمالك قيامه اسقو الله هو رب العالمين عالمين تو اور ربي غودا اخره وح جوغا يا ادنيا وح جوغا ميل ولبا وح جير اسقو الهي ربي هو ايو الله سبحانه وتعالى
wuxuu markaa bartankii la soo geliyey alraxmaan alraxiim rububiyadiisu inay tahay markaas mid gaadhsiisan caalamka oo dhan isagaa iskale abuurka boqortinimadana isagaa iskale ayaa haddana alla subxaanahu watacaala waxaa la tilmaamayaa maliki yowmiddiin ama maaliku yowmiddiinka isagu iskale ee boqorka maalinka qiyaame maalinka abaalgudkuna waa maalinka qiyaame. Haddaba walaalayaal, alla subxaanahu watacaalaa isagoo sidaasoo wax walba maamula oyna cidna maamulkiisa ayna ka hoos baxaynin ayuu si gaara iskugu tilmaamay maalinka qiyaame, waayo maalintaasi liman ilmulku lyowm lilaahi alwaaxid alqahaar, maalinta adduunyinta la joogo qof baa boqor sheegan, qof baa madaxweyne sheegan, qof baa caalim sheegan, qof baa awood sheegan, laakiin maalinka qiyaame cid hadli kartaa ma jirto. Wallaahi cid hadli kartaa liman ilmulku lyowm lilaahi alwaaxid alqahaar, il allah keligii ayuu mulku markaa u ahaaday. Haddaba alla subxaanahu watacaalaa maadaama aw waxa weeyaan aw maalinka qiyaame aw alla boqor yahay, wixii ka soo harana isaga ayaa boqor ah oo caalamiinta rabbigooda, wa huwa maaliku yowmiddiin. Haddaba haddii alla uu yahay caalamiinta oo dhan rabbigooda, aakhire marka la tegana uu boqorka isagu yahay, fa ayna almafar, xaggee looga baxsanayaa walaalayaal? Laakiin haada rabb, rabbigan walaalayaal wuxuu ku tilmaaman yahay naxariis, huwa raxmaan wa huwa aydan raxiim. Ha labadan magac ee wanwanaagsan ayuu alla subxaanahu watacaala keenay oo tilmaamaya alla subxaanahu watacaala naxariistiisa xeel dheer. Haddaba walaalayaal, markii aynu ogaanay alla subxaanahu watacaala inuu ku tilmaaman yahay naxariista, naxariis xeel dheer, ha bal ka warrama qofka ilaahay ka jeesta ee cid gala naxariis ka raadiya. Qofkaas qof nuusan weya, waa qof aan fahamsanayn hadalka Ilaahay. Idan addoonku walaalayaal marka uu ogaado rabbigii, itma'anna qalbuh ila hada rabbil macbuud, qalbigiisu uu ku xasilayaa allaha la caabudayo, naftiisuna waxay ku degaysaa alla subxaanahu watacaala xaggiisa, ilaahay buuna isku dhiibayaa isaga oo dhammaystiran. Haddaba walaalayaal, sidoo kale waxaad u fiirsataan xadiiskii hore aanu tilmaamay, dhowaana tilmaamayay inuu xadiisa alqudsiga ilaahay inuu yidhi qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii nisfayn walicabdii maa sa'al, waxaan u qaybiyey salaada aw cabdi addoonka igu tukado laba qaybood ayaan isaga addoonka iyo aniga dhexdeeda laba qaybood baan u qaybiyey alla subxaanahu watacaala. Addoonkayguna wuxuu leeyahay waxa markaa uu iweydiisto ayuu yidhi alle subxaanahu watacaala. Haddaba marka uu addoonku yidhaahdo walaalayaal alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, ha xadiiskan insha allahu tacaala waa xadiis waqti badan ayuu u yar baahan yahay. Insha allahu tacaala xalaqada soo socota ayaynu ku sharxi doonaa. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwa cilmiga barta kuna dhaqma. إلهي سبحانه وتعالى وحن ويديسنين كو علم النافع عبرت إله علم النافع النبر إله ربك وقلبي أن إيمان إله ربك وكبوحي إله ربك وقرحي إله علم صح نبر وبالله توفيق بارك الله فيكم جزاكم الله خير.